يا حاج. حضرتك منين؟ شبكة يقين الإخبارية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شايف قاعد مفترش والعكاز وربنا يديك الصحة. بارك الله فيك. كلمة بسيطة كده. محمد يونس. محمد يونس معاش. محطة إيه يا حاج؟ القاهرة. القاهرة. ألوان يعني. ايوه. شاف في الاطفال معاك اولادك دول ولا لا؟ اولادي بعيد عني. طب ربنا يعينك يا حاج. انت نازل ليه النهارده؟ ها؟ نازل ليه النهارده؟ انا مشاركه في الثوره. ايوه. في استمرار الثوره. استمرار الثوره. شكرا يا حاج. عارف نفسك؟ محمود الشحات. اه منين؟ حلوان. حلوان ما شاء الله. انتوا عاملين رابطه حلوان هنا ولا ايه؟ اه اخوان المسلمين. معتصمين ولا لحد الساعة 6؟ لا مفيش اعتصام. وأكيد الساعة كام النهاردة؟ جايين الصبح الساعة 10. أنا من الإخوان المسلمين. ها؟ من الإخوان المسلمين. اسمك؟ اسمي محمد حلمي. وطبعا ملتزم بالقرار الساعة 6. إن شاء الله بإذن الله. اتفضل. إيه؟ الساعة 6 إحنا ما نعرفش الساعة 6. اسم الاسم ضياء صبحي. ملتزمين زي ما الناس ما تقول إن شاء الله مع بعض. إن شاء الله. اهو محمد حسن وقاعدين برضو ملتزمين بالقرار من بدري. انا بقول لكم قالوا الساعه 6 عشان تبقى عارف. احمد فاروق مشاركه في الثوره وان شاء الله البلد تتطور وتتقدم بعد الثوره ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. رأفت خالد من حلوان. ان شاء الله ان الثوره ستستمر وتنتصر طالما ان هناك تصميم من الشعب ومن شباب الشعب على انجاح الثوره وعدم الالتفاف على مكاسبها والحفاظ على دم الشهداء الذين بذلوا في سبيل الله، ونسال الله ان يتقبلنا ويتقبلهم. اقول بقى ما انت دخلت الدايره. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله الثوره قادمه. الثوره قادمه الى ان ننتهي نحن، ونحن نتواصل مع الاخرين، وهذه رايه كل منا يسلمها للاخر، كل جيل يسلمها للجيل اللي بعده. فالثوره ثوره كل الاجيال القادمه، ونحن طول العمر حتى تنجح. سلم الجيل الصغير. سلم البراعم. قول يا عم. ثورة البراعم. ليه يا عم؟ انت راجل اخواني لسه على الطريق. قول يا جميل. قول يا جميل. قول اسمك ايه؟ لا لا لا. بيقول لك انت عايز اخواني عشان مش عايز تتكلم. قول اسمك ايه؟ خالد احمد فاروق. اه. من محافظة القاهرة. انت شكلك كده راسم على الايه؟ كبيرة قوي. المرشد القادم.